من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا متابعين قناة الإمام الحسين الفضائية من كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الحسين عليه السلام. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام. انتهت أربعينية سيد الشهداء، ولكن حزننا على الإمام الحسين عليه السلام لم ينتهي، وما زالت دماء الحسين عليه السلام تفور إلى أن يظهر صاحب العصر والزمان ويأخذ بثارئ، وتتبدل راية الإمام الحسين عليه السلام من حمراء إلى خضراء إن شاء الله. نتوجه نحن وإياكم لأداء الزيارة بالنيابة عن جميع متابعينا وعن جميع المساهمين لبيت الإمام الحسين عليه السلام ولأمواتكم. تفضلوا معنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حامل لواء الحسين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك يا كافل الحوراء، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، ورحمة الله وبركاته. السلام على خدام الحسين، السلام على زوار الحسين، السلام على الباذلين ما لديهم إلى الحسين، ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير بحق الحسين الشهيد الغريب العطشان وبحق أخيها بالفضل العباس إن شاء الله أن يجعل هذه زيارة مقبولة لكل شيعة أمير المؤمنين ولكل يساهم في بيت الإمام الحسين عليه السلام، ورحمة لأمواتكم بحق محمد وآل محمد، وأن إن شاء الله يجعلنا من خدام الإمام الحسين عليه السلام ويجعلكم من خدام سيد الشهداء في العام القادم إن شاء الله. وأيضا ننتظر نحن في هذه الأيام جزاء السيدة الزهراء سلام الله عليها، لأن الروايات تقول بعد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الزهراء توزع الهدايا على خدام الحسين عليه السلام وتجازي كل من زار سيد الشهداء، لأن هي صاحبة العزاء. وهذه روايات دلت على
على جزاء الخدمة لمن يخدم الإمام الحسين عليه السلام كثيرة جدا، وإحنا مو بمقام أنه نبين جزاء خدام الإمام الحسين عليه السلام أو جزاء مزار الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله البرامج الباقية هي اللي راح تبين هذا الموضوع، فأرجو يعني تتابعون أنه كل خادم من خدام الإمام الحسين عليه السلام لازم يعرف شنو جزاءه بعد أربعينية سيد الشهداء، شنو قالوا أهل البيت سلام الله عليهم. فإحنا إن شاء الله هذه حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام، وراح نتطرق إلى احتياجات هذه البناية مثل ما يعني سبقا وتحدثنا وقلنا إحنا هذه البناية هي لخدمة سيد الشهداء، مو لخدمتنا وليس لخدمة مصالحنا، إنما هي خدمة للإمام الحسين عليه السلام، وإحنا جاي نسعى جاهدين من أجل نصرة رسالة الإمام الحسين عليه السلام، ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. فأذكركم وأرجع أقول هذه الأرقام الموجودة أسفل الشاشة هي الأرقام الأخوة الموجودين بانتظاركم حتى يردون على كل اتصالاتكم، وأيضا راح يجاوبوكم عن كل الاستفسارات حول هذه البناية وكيفية المساهمة، راح يكونون موجودين على مدار 24 ساعة. اللي من خارج العراق أيضا موجود هذا الرقم الدولي تقدرون تتصلون عليه، وأيضا موجودة مواقع تواصل اجتماعي الواتساب والتليجرام، فيعني الطرق سهلة للاستفسار للتواصل معنا، أيضا الطرق سهلة للمساهمة. اللي من خارج العراق أكو عدة طرق تقدر تساهم من خلالها، وأيضا اللي من داخل العراق أيضا عندنا مندوبين ووكلاء القناة موجودين في كل محافظات العراق تقريبا، إن شاء الله يقدرون يوصلكم إلى مكان تواجدكم ويتقبلون من عندكم أو يأخذون من عندكم هذه الصدقة الجارية لدعم قضية الإمام الحسين عليه السلام في هذه البناية، بناية مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية. فإحنا اللي ساهموا ويانا في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الأيام اللي خلت كان إلى أجر جدا عظيم، وهذا مو معناها أنه الأيام القادمة هي مو أجر راح يكون عظيم. كل إنسان يساهم على حب الإمام الحسين عليه السلام هذا أجره جدا عظيم، وكل إنسان يقدم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي والله هذا واجب عليه. ليش؟ لأن إحنا واجب علينا أن ننصر ديننا، إحنا واجب علينا أن لازم ندعم الدولة الإلهية اللي إن شاء الله راح تسود كل العباد، من أجل أن نكون إحنا في صف جنود الرحمن في حزب الرحمن، ما نكون من حزب الشيطان، ما راح نخلي فرصة لجنود الشيطان وأحزاب الشيطان أن تنتصر على عباد الرحمن. فإحنا بدعمنا لهكذا مشاريع من أجل خدمة الإمام الحسين عليه السلام هي راح توصل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فدعمكم هو نصرة لما جاء إليه الإمام الحسين عليه السلام ولما قتل من أجله الإمام الحسين عليه السلام. فقلنا أنه احتياجاتنا في هذه البناية هو حاليا في الوقت الحالي أن نريد منظومة كاميرات مراقبة، اللي هذه هو المنظومة وأجزاء المنظومة اللي كاميرا C215 العدد رايدين 77 كاميرا، وسعر القطعة الواحدة 155 دولار، وأيضا كاميرا من نوع C305 رايدين 100 كاميرا، الكاميرا الوحدة 142 دولار، وأيضا ستاند براكيت اللي هو يكون تستند عليه هذه الكاميرا C215 يعني هذه القاعدة مالتها، رايدين أيضا 77 قطعة على عدد الكاميرات هذني، القطعة الواحدة 38 دولار، وأيضا جهاز تسجيل اللي هو مسؤول على تسجيل هذين الكاميرات، يعني لو ما هذا الجهاز ما يشتغل يعني شيء يكمل شيء، رايدين 3 قطع من هذا الجهاز، القطعة الواحدة سعرها 698 دولار، وأيضا جهاز تخزين اللي هو مسؤول على تخزين كل اللقطات كل المقاطع من هذه الكاميرات بحاجة إلى 28 قطعة، القطعة الواحدة
439 دولار. فأنت تقدر تشوف حسب إمكانيتك وقدرتك وحبك لسيد الشهداء أن تختار لك أحد الأجهزة وتشوف كم جهاز تقدر تساهم به، وتتصل الآن وتخبر الأخوة أنه كم جهاز تحب على حب الإمام الحسين عليه السلام. عندنا اتصال، من ويانا؟ الأخ أبو سجاد من محافظة البصرة. السلام عليكم أبو سجاد. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ، حياكم الله وألف مبروك. الله يحفظكم ويسلمكم، عظم الله أجوركم أبو سجاد، أحسن الله لكم العزاء إن شاء عظم الله. عظم الله لنا ولكم الأجر مصاب الإمام الحسين يا أخي. إحنا اليوم نمر بمصيبة أعظم من مصيبة، يعني أعظم من أيام الأربعين، إنه فراق خدمة الإمام الحسين عليه السلام. والله صحيح. يعني خصوصاً كل محافظاتنا العزيزة، بس أهل البصرة اللي هم يعني دائما سباقين لخدمة الإمام الحسين عليه السلام، وكل المحافظات، يعني شنو الإحساس اللي حسيتوه بعد ما أنه خلصت الخدمة ورجعتوا لدياركم؟ يعني صعبة، ما نحس إحساس، يعني سبحان الله العظيم، يعني شلون فرق الحبيب الحبيبة. والله يا أخي يعني احنا تعودنا خدمة الزوار، احتياجاتهم، احنا متفاعلين ويا قبيلة الإمام الحسين، يعني ما تحس انه يعني كبار رمشة عين قضت هاي الايام، رغم انه خدمنا، احنا خدمنا الله ما كنا خدمنا قدرنا 7 ايام، بعدين رحنا للإمام الحسين كربلاء هم خذينا 5 ايام ويا المواقف نخدم، يعني بحلاوة، يعني تحس انه انت بالخطوة اللي يسويها تسجل عند الله سبحانه وتعالى. بالعافية عليكم. ايش قد تتمنى تبقى هذه الأربعينية؟ والله يا أخي يعني ايش قد ما عندك وقت، ايش قد ما عندك وقت، لأن هي تحس فيها قضت، يعني رمشت عين قضت ما تلحق عليك. صح. الحمد لله والشكر، الله يعيننا إن شاء الله. إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا إحنا وإياكم من خدام الإمام الحسين ومن المسجلين في سجل السيدة الزهراء. ان شاء الله سجلنا سجل الحسين. تفضل بزيارة الإمام الحسين عليه السلام حتى نكمل الحديث وياك، تفضل. الله يحفظك ان شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. إلهي بجاه الإمام الحسين مكننا لخدمة زيارة الحسين، مكننا لعمل الخير يا رب العالمين. تقبل منا صلاتنا ودعانا، تقبل منا زيارتنا يا رب. بحق الإمام الحسين اجعلوا لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، بحق محمد وآل محمد، وارحمنا يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء، احرسنا بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين يا الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الله يرحمنا يا الله، ارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت بحق الإمام الحسين عندك يا رب العالمين. آمين رب العالمين يا أبو سجاد، إن شاء الله أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بحق محمد وآل محمد. آمين. أبو سجاد إن شاء الله زيارة مقبولة. قبل الأعمال أخي، الله يرحم والديك. الله يحفظكم إن شاء الله. أبو سجاد أنت إن شاء الله ساهمت ويانا وجزاك الله خير جزاء، وإن شاء الله الجزاء عد صاحب الجزاء هو الإمام الحسين عليه السلام. أكيد بالفعل. نعم. شنو رسالتك اللي تحب توصلها لكل إنسان يشاهدنا ويسمع صوتك من خلال مساهمتك؟ أقول لك هاي الإنسان إيش ما عنده يتمكن المساعدة، هاي كلها مسجلة سجل ميزان أعماله، يعني هي الروحة يطروحة، والله سبحانه وتعالى يسجلها وحسب استطاعته وحسب تفاعله الإمام الحسين، فإيش ما يسجل هاي، قلت لك هاي ذخرة إلى موجودة عند الله مسجلة، الله سبحانه وتعالى اللي يتمكن لا يقصر، اللي يتمكن بس إنه مسجلات، والله بس إنه مسجلات عند الله سبحانه وتعالى. صح. الله يعيننا ويعينكم على فعل الخير إن شاء الله. آمين رب العالمين. إحنا طبعاً شاكرين لك يا أبو السجاد على هذه الرسالة، ونتمنى لك الموفقية، وأنت حصلت الاثنين، أولاً خدمة الإمام الحسين عليه السلام إنه وقفت وخدمت وجيت وزرت، وثانياً نصرت رسالة الإمام الحسين من خلال مساهمتك، لأن هذه تعتبر نصرة لرسالة سيد الشهداء، فبالعافية عليك إن شاء الله. الله يمكننا يا أخي، الله يمكننا من نصرة الإمام الحسين. آمين رب العالمين. كلنا نستطيع.
الله الله يحفظكم، نسألكم الله الدعاء، يحفظكم. أنتم إن شاء جنة الله مع إن شاء الحسين. الله ما اي ننساكم والله دعاء. دعونا لكم لخدمة الزوار الحسين، آمين اي رب والله دعونا العالمين، لكم، الله يوفقنا يا اخي. آمين رب العالمين. إن شاء الله يا أبو الله سجاد، يحفظك، شكرا الله لأبو يحفظك، الله سجاد يحفظك، خادم الحسين من محافظة البصرة، وإن شاء الله نتمنى له الموفقية. إخواني أخواتي، طبعا خدمة الإمام الحسين عليه السلام ونصرة الإمام الحسين عليه السلام، هذني أمر لازم الإنسان ما يتماهل بهن أبدا، وأنه لازم الإنسان دائما يحرص على خدمة سيد الشهداء ونصرة سيد الشهداء، لأن السبيل سبيل الخلاص في يوم القيامة وفي عالم البرزخ، ولما يخلونك بلحدك وحدك راح يكون خلاصك هو خدمتك لسيد الشهداء ونصرتك للإمام الحسين عليه السلام، لأن نصرة الإمام الحسين عليه السلام هي نصرة دين الله عز وجل، هي نصرة الإسلام، هو هذا اللي يريد الله عز وجل. فلا تقصرون ولا تنظرون للموضوع بنظرة يعني ما تعطونه ذيك الأهمية، لأن موضوع جدا مهم، وأنا اليوم ما علي إلا أن أبلغ، مو سواء يقولون اللي انه انا ابلغ فقط انه هذه بنايتنا وتعال ساهم ببنايتنا، ولكن لو كانت كل البنايات وكل يعني اذا اكو بناية نفس صفات هذه البناية، انا ادعو كل الاخوة انه يساهمون بها، مو سواء الا بناية مجموعة قنوات الامام الحسين الفضائي. اذا كانت اكو بناية بها 5 قنوات او 6 قنوات، صارن 6 قنوات، وهذني 6 قنوات ب5 لغات، وتبث لكل أنحاء العالم أحاديث أهل البيت ورسالة الإمام الحسين عليه السلام وتبين مظلوميتهم، فساهموا في هذه البناية اللي تشبه مثل هذه المواصفات، لأن مساهمتك في هذه البناية هي مساهمتك في نصرة رسالة محمد وآل محمد سلام الله عليهم. فالمسألة مسألة نصرة، وليس مسألة أنه تعال بس خليلك، بس تعال خلينا نكمل بنايتنا، لا، احنا نريدك انه تنصر رسالة الامام الحسين عليه السلام من خلال مساهمتك، وايضا تقدر انت من خلال هذه المساهمة مو بس تحصل نصرة، لا، تحصل راح قضاء حاجة، راح تحصل شفاء مريض، اللي ما عنده ذرية خلي يطلب الذرية، وراح يشوف العجب من قبل كرامات اهل البيت سلام الله عليهم. يعني احنا نستذكر فد رواية سابقا أو قصة، كان أحد الأشخاص يلقب يعني قاسم، يسمى قاسم على ما أذكر، إنه هذا قاسم كان شقي ويعني الناس كلها صايحة من عدة الويل، وكل مكسرات الدنيا مسويها، ماكو شيء تارك أبدا. قاسم في 40 الإمام الحسين عليه السلام يمشي راد يخدم، شاف الكل يخدمون، مواكب تخدم، راد يخدم، يا موكب يروح له يقول له اريد اخدم وياك، يطرد قاسم يقول له ما اقدر، انت تجيب لي شبهه الموكبي، يروح للثاني اطرده، يروح للثالث اطرده، ابو موكب قال له تريد تخدم، قال له جيب لي كيلو شكر. راح قاسم يركض يجيب كيلو شكر، اشترى كيلو شكر وراجع للموكب اللي قال له جيب لي كيلو شكر. باثناء الرجعه شاف ابو موكب قال له لمن هذا الشكر؟ قال له ما اخذ هذاك الموكب، قال له جيب لي وياك بعد كيلو شكر. قال له ما يخالف. باثناء اراد انه يرجع اجت سياره وضربته، فوقع قاسم مات على اثر ضربه السياره. الناس التمت على قاسم، هاي الروح من تطلع من الجسد، شوف تسمع كل كلام الناس شو يقولون، هذا يقول إيه الحمد لله الله خلصنا من عنده، هذا يقول الحسين ما راد يخدمه، هذا الناس قامت كل من يقول كلام هو ما أنزل الله به من سلطان، إلى أن أخذوا قاسم غسلوه وكفنوه ووصلوا به إلى أنه يدخلونه في القبر، خلوه على حافة القبر. قبل لا أن يخلونه في القبر دخل عليه منكر ونكير الملكان، يعني بعده ما نازل بالقبر، شوف كرامة الإمام الحسين عليه السلام. بهالأثناء هم أرادوا إنه يحاسبونه،
فطلعوا الصفحة مالته لقوها مليانة، ما مخلي شي، ما مسوي قاسم، صفحته سودة. فبهالأثناء قال له هذا إلى العذاب لا محال، هذا ما عنده شيء انه يوقف له ويغفر له، بس اكو شيء واحد. فبهالأثناء دخل الإمام الحسين عليه السلام، قالهم هذا قاسم إلى شيء واحد يمي، وأنا لازم أجازيه على هذا الشيء. فهو يسولف القصة، يسولفهم الشباب، هو رجع للحياة. قالهم فهالأثناء دخل الإمام الحسين، قالهم اتركوه هذا علي. قالوا لمولاي هذا صفحته كلها سودة. قالهم لا، بس هذا خدمني بكيلو شكر، ونية المرء أفضل من عمله. قالوا زين شلون نجازي هذا صفحته كلها سودة؟ قالهم الكيلو الشكر احسبوه على كل حباية شكر، وقعوا ذنب من الذنوب. فبدت الملائكة تعد بحبايات الشكر هذا الكيلو، وبدوا يسقطون من الذنوب، فراحت نص ذنوبه، بقى نص. قالهم وهو ناوي يجيب كيلو شكر ثاني، همنا الموكبي الخدمة الزواري، فنية المرء أفضل من عمله، كأنه ما فعل هذا الشيء، هو همنا حسبه بعد كيلو ثاني. فحسبه وهمنا طارت كل ذنوبه. التفت الإمام الحسين القاسم، قال له قاسم إذا أرجعك للدنيا تصير إنسان صالح وتتوب لله عز وجل وتعمل صالحا؟ قال له بلى يا ابن رسول الله، أنا بس أرجع للدنيا بعد خلص، أنا أرجع أصير إنسان سوي صالح. فقال له أقعد قاسم. ففز هو علي من هو حاطينه على حافة القبر، فالناس كلها شردت، فطلع ايده هالشكل من الجفن، ووقفوا الناس اخذت له صور. هذه قصة حقيقية. فرجع قاسم ببركة الإمام الحسين عليه السلام، وكان واقف يوم من الأيام، هو رجل كبير في السن وشاف شباب، ومن دخلوا البيت شافوا هذه الصورة وسألوه عن هذه الصورة، قال لهم هذه قصتي مع الإمام الحسين كيت وكيت. فهذه كرامات الإمام الحسين عليه السلام، وهذه خدمة الإمام الحسين عليه السلام، إنه الإمام قادر أن يحيي الموتى. اللي يخدم الإمام الحسين عليه السلام ولو بكيلو شكر، كيلو شكر هو عد جد ذنوب، كيلو شكر خدم الإمام الحسين وبنية الإمام رجعه، بس قال له بشرط إنه تعمل عمل صالح، وإنه تترك كل ذنوبك وتترك كل خطاياك، حتى الخدمة اللي خدمتها اللي هي غفرت لك كل ذنوبك، فأنت استأنف العمل وابدي بعمل صالح وابدي بطاعة الله عز وجل، لأن خدمة الإمام الحسين عليه السلام هي تطهر النفوس وتطهر القلوب من كل دنس. فاللي خدموا الإمام الحسين عليه السلام خلال محرم وصفر، أنتم طلعتم طاهرين من هذه بعد إكمالكم لهذه الخدمة. فالآن لا ترجع تلطخ يديك بأوساخ الدنيا والذنوب وما شابه ذلك. وأيضا اللي ما قدروا يخدمون الإمام الحسين عليه السلام خلال محرم وصفر، الخدمة قدامك، هذا بيت الإمام الحسين عليه السلام، الآن تقدر تتصل إن شاء الله وتخلي لك خدمة لسيد الشهداء، لأن من راح تخلي لك صدقة جارية. هذه البناية مستمرة بخدمة الإمام الحسين عليه السلام على مدار 24 ساعة، على مدار السنين منا إلى يوم القيامة إن شاء الله، وبعد بيد الله عز وجل أنت راح تبقى الصدقة الجارية تدر عليك بالحسنات، وراح تدر عليك بالبركات من الإمام الحسين عليه السلام، وكأنما أنت جاي تخدم في هذه البناية، لأن صدقتك الجارية تعود عليك بمن؟ بالخير والبركة. فاتصلوا على هذه الأرقام وخلوا لكم صدقة جارية في جوار سيد الشهداء. وين أنت راح تخليها؟ راح تخلي هذا الصدقة الجارية في منطقة ما؟ راح تخليها على أرض كربلاء اللي سالت عليها دماء الإمام الحسين عليه السلام. عندنا اتصال، أم آلاء، أم حلال من محافظة، أم حنان من محافظة البصرة. السلام عليكم أم حنان. وعليكم السلام. عليكم عظم الله أجوركم يا أم حنان، أحسن الله لكم العزاء إن شاء الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله أم حنان.
أم نعم حنان زورين والله. تفضلي بأداء الزيارة حتى نكمل وياكم إن شاء الله. يعني أزور؟ تفضلي زوري الإمام الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على جدك وأبيك وأمك وأخيك وشيعتك ومواليك وبنيك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. سيدي ومولاي، تقبل من عندنا هذا القليل، تقبل من عندنا هذه الثوابات اللي سواها أنا وولدي للمواكب والمشاية والزيارة، قبلها إلهي سيدي مولاي، وصل ثوابها إلى عبد الله الحسين إلهي سيدي مولاي، عودنا وعود أمة محمد بصحة وعافية وسلام آمين وأمان، وذهب هالوباء هذا زيح عنا وعن أمة محمد، آمين عن جميع البلاد المسلمين يا الله بحق محمد وآل محمد. تقبل من عندنا هذا القليل يا الله بحق محمد وآله. آمين آمين. أحسنتم يا أم حنان، أحسنتم، الله يبارك فيكم إن شاء الله، تقبل الله زيارتكم يا أم حنان. أم حنان أنا أريد اليوم تكونين بمكاني، يعني أنت تكلمين الناس عن مساهمتكم وعن صدقتكم لإكمال هذه البناية من أجل نصرة الإمام الحسين عليه السلام، شو تقولي لهم يا أم حنان؟ اي أيوة والله، اقول ان هاي صدقه جاريه، لو واحد ينطي فلس عن 10 للامام الحسين، روحنا حلالنا ومالنا واولادنا كلها فداء للحسين. لبا عبد الله ما ننطي، ما نقصر بحق ابا عبد الله، ما نقصر. اي والله ضحى بحياته وبروحه وباطفاله وبجميع شيء اللي ملكه، عز شيء عنده عمت عيني عليه، على مود الدين وعلى مود اصلاح الامه. احسنت. ايش ما نطي، ايش ما نسوي، ما نوصل. واقول لك الله سيدنا محمد يهدي ويصلح العالم هاي، يصلحهم. امين رب العالمين. زين، رسالتك لكل انسان اللي ما ساهم الى الان، شو تقولي له؟ أقول الله يصلحه ويهدي. يعني إن شاء الله، إن شاء الله الكل، هم كل خدام الحسين اللي راح إن شاء الله راح يساهمون ويانا، وأنا سبق أن قلت أنا ما أكلم خدام الحسين عليه السلام، لأن هم ما يحتاج واحد يكلمهم، مجرد أن يشوفون هذا البرنامج راح يتصلون ويساهمون، لأن هم دائما عندهم غيرة على كل خدمة الإمام الحسين عليه السلام، على أنا كل المشاريع. دائما يعني جيراني وأولادي وبناتي أقول لهم يما ساهموا ساهموا، والله سانة توهم هسه إجا ولدي للزوار اللي جايين، الزوار راحوا راحوا ساهموا ووزعوا لهم ثلج وماي وأكل، الله يتقبلها منهم اللي راحوا واللي إجوا، وهمين هسه راح تو إجا هسه ابني وولدي الله يحفظهم، هم ودولهم ماي وثلج واكل والمقسوم هذا، هسه توهم اجوا هاي للزوار الجايين. الله يبارك والحمد فيكم لله. وانا ان شاء الله همي انا الله يتقبل من عندي، يعني من اول 10 لحد هسه انا يعني اسوي ثوابات واوزع بثواب الحسين. هاي من غير هاي خدمتكم، من غير انه نصرتكم للامام الحسين وساهمتوا في بنايه بيت الحسين. إن شاء الله نسأل الله القبول. إي والله آمين رب العالمين إن شاء نسأل الله. الله القبول. شكرا شكرا لكم يا أم حنان من محافظة البصرة، رحمة الله والديك. والله يبارك فيكم إن شاء الله، شكرا لكم. طبعا مشاهدينا، كلش جميل إنه الإنسان هم يخدم سيد الشهداء وهم يساهم ويخلي له صدقة جارية في جوار الحسين عليه السلام. الحسين سلام الله عليه ونحن في جواره، من خرج إلى كربلاء طالبا الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وإحنا اليوم أيضا من نخرج إلى خدمة الإمام الحسين عليه السلام نطلب تجديد البيعة لهذه الرسالة، ومن نساهم في بيت الحسين عليه السلام في إكمال هذه البناية هم نطلب إكمال هذه، عفوا، نشر هذه الرسالة من خلال هذه البناية. يعني احنا ان شاء الله على خطى
ابن بنت رسول الله الإمام الحسين عليه السلام على خطى سيد الشهداء من أجل استمرار إيصال رسالته لكل أنحاء العالم. أريد شك واحد بالعالم ما يعرف شيء عن الحسين، حتى لو سامع شيء بسيط عن الحسين، احنا نريد نخليه يعرف كل شيء عن الإمام الحسين عليه السلام حتى يستبصر بنور الهداية، بنور هداية محمد وآل محمد سلام الله عليهم، ويكون هذا بفضل جهودكم. ولا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا علي، لو أهدى الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس. وقلنا احنا الشمس تطلع على كل شيء بالأرض، هذا لو تجمع الكرة الأرضية في كفة وهداية رجل واحد لهداية الرجل أرجحت عن كفة الأرض بأكملها. نستذكر شيء للسيدة الزهراء سلام الله عليها. سيدة الزهراء وين بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام؟ يقول الشاعر: الزهرة جت الكربلاء وتدمع العين على التل، وقفت بيوم الأربعين، حضرت يا غاية تحسب المشاية، حضرت يا غاية تحسب المشاية، على التل وقفت يوم الأربعين، تنظر الزهرة وتعاين على الحشود، مرة تنظر بشار مرة أسود، تمنتي من البارية رب الوجود، باكر يصيروا للمهدي جنود، حضرت الوفاية تحسب المشاية، على التل وقفت بيوم الأربعين، شافت المنظر ومدامح دمى، طش علي أخوه ماي من حر الظما، بصوت صاحت هزهزت عرش السماء، أنا أم حسين أنا فاطمة، بالدمع عناية تحسب المشاية، بالدمع عناية تحسب المشاية، على التل وقفتي يوم الأربعين، شافت الأعلام وعليها تصيد، كلها مشاية وتناظر من بعيد، شي أعلام تشيل شي تحمل وريد، من دون عرفتهم أبطال الحشيد، قلهم انتو يايا تحسب المشاية، قلهم انتو يايا تحسب المشاية، على التل وقفت بيوم الأربعين. للشاعر رياض الجابري. إن شاء الله كنا في سجل السيدة الزهراء، وإن شاء الله جزاءنا من السيدة الزهراء وهدايانا من السيدة الزهراء. طبعا احنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وننتظر اتصالاتكم على هذه الأرقام حتى تكون لكم نصرة
في خدمة سيد الشهداء في بيت الحسين. إلى هنا نقول إليكم في أمان الله، ولكن ننتظركم غدا في حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين. في أمان الله. من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين.